ما قاله ضيفانا الدكتور عبد العزيز سيد والسيد دمرداش العقالي بموضوع الذهاب نحو مجلس الأمن، هل يعني ذلك برأيكم دكتور قادري أن موضوع رفع الحصار عن القطاع يعني تم إخراجه الآن من الموقع العربي والإسلامي باعتباره المروحة الأوسع وإيران معنية كما تركيا ليرمى في الحضن الدولي وتحديدا في الحضن الأمريكي، ما دلالات ذلك؟ ماذا يمكن أن يحقق هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يجب أن أشير الكيان الصهيوني في عدوانه على أسطول الحرية هذه القافلة التي حملت مساعدات إنسانية إلى شعب غزة المحاصر، هذا الكيان هو الذي أثبت حماقته ومرة أخرى أثبت جرائمه وتواحشه في المنطقة والعالم ووقع على وحشيته بنفسه. هذه وحشية الصهيونية هي التي كشفت الستار عن الحرب والعدوان على غزة والعدوان على جنوب لبنان، وهم الذين جاءوا واعتدوا على هذه القافلة، قافلة أسطول الحرية، وهم الذي أكدوا أنهم لا يحترمون كل الموازين والقوانين الدولية والحقوق الإنسانية وهاجموا هذه الأساطيل. وهذا الكيان أعتقد أنه سيواجه تحديات أساسية في المستقبل القريب، وكما تفضل الأخوان الأعزاء أعتقد أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بالتأكيد هو مخجل وحقيقة أزال الستار عن كل، ومع الأسف أن الدول العربية في الحقيقة غالبية الدول العربية نقطة أساسية نناقشها الآن دكتور قادري تتعلق بقرار الذهاب إلى مجلس الأمن. طبعا اجتماع وزراء الخارجية العرب هذا قرارهم، نحن بانتظار منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماع هذه المنظمة حتى نرى ماذا يمكن أن تقرر على هذا المستوى باعتبارها وعاء إسلامي أوسع، لكن فكرة التوجه نحو مجلس الأمن هل تعتقد يمكن أن يعطي مجلس الأمن ما لم يعطه الموقف العربي، الموقف الرسمي العربي والموقف الإسلامي الأوسع؟ كما تعلمون كيفية تشكيلة الهيكلية السياسية للمجلس الأمن والأمم المتحدة بالتأكيد بنظر لهذه التركيبة السياسية والعلاقات القريبة بينهم وبين أمريكا والكيان الصهيوني يجب أن لا ننتظر استصدار أي قرار يلزم الكيان الصهيوني أو يجذبه أو ما يفرض عليه أو يعاقبه. إذن بالتأكيد أقول أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يجب أن تكون عدة أصوات فيها، والأصوات المتضادة يجب أن تزول منها وتوحد صوتها ضد الكيان الصهيوني لكي تتحرر من هذه التبعية السياسية. وإذا لم تنهار هذه التبعية السياسية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الأسف لا يمكن أن تتبلور لنا إجازة أو إرادة سياسية بالدول العربية أو الإسلامية. دكتور قادري اسمح لي أعود إلى الاستوديو إلى الدكتور عبد العزيز السيد. دكتور السيد، يعني لفتنا ما قاله أيضا ضيفنا الدمرداش العقالي بموضوع يعني الذهاب إلى مجلس الأمن كأنه نوع من الغطاء جديد ربما للقيادة المصرية، يعني توقف عن موضوع القيادة المصرية سنأتي إلى موضوع فتح معبر رفح وما الذي يمكن أن يكون قد حققه، وأنه بالتالي يأخذ هذه الشرعية الدولية وتتاح الفرصة أمام يعني القيادة المصرية حتى تتصرف أوسع ربما على مستوى الحصار ورفع الحصار. هل الحصار بالأصل نفهم بذلك هو مسؤولية عربية يعني قبل أن يكون مسؤولية إسرائيلية؟ يعني السؤال الذي يمكن أن يطرح يعني قبل أن أجيب على هذا التساؤل المهم أريد أن أوجز فيما يمكن أن يصدر ما دمت حريصا على موضوع المجلس. يعني أنا حريص هذا هو القرار الأهم ربما بالنسبة للوزراء العرب. لو أنا يعني لست من الذين يعولون على ذلك، لكن إذا شئنا أما وقد ذهبت القصة كلها إلى مجلس الأمن. الأمين العام تحدث يعني الموضوع كله سنرفع لاحقا إذا فشلنا في المفاوضات إلى مجلس صحيح الأمن. صحيح. فما الذي يمكن أن يصدر من هناك؟ مجلس الأمن أولا لا يمكن أن يأخذ قرارا فاعلا
إذا لم تكن الولايات المتحدة موافقة على طبيعي. هذا القرار. حتى نتأكد من هذا أمامنا ما قاله الرئيس أوباما وما قاله نائبه. أولا من حق إسرائيل أن تفتش السفن، اثنين من حقها أن يضمن أمنها، وبالتالي أي قرار ممكن أن يؤخذ لا يمكن إلا أن يكون آخذا بعين الاعتبار أن هنالك حراكا عربيا إسلاميا عالميا ضد ما جرى، وبالتالي كيف يمكن أن نخفف من هذا الحصار أو نعيد صياغة الحصار بقرار دولي يرفع عن الجانب العربي وعن الجانب الإسرائيلي أيضا، يرفع عنه هذا الشعور هائل بالضغط الذي على كل هذا العينة القرار العينة الممكن. العينة بينت من خلال البيان الرئاسي الذي صدر عن الأمم المتحدة يعني بالضبط، لأنه يعني لم يستطيع لم تصدر إدانة، كلمة إدانة كلمة إدانة غير هذا بالنسبة للمجلس الأمن. إذن هي محاولة فقط لرفع هذا الشعور الهائل بالضغوط الإنسانية الذي يفترض علينا نحن أن نقوم نحن من جانبنا بممارسة المزيد من الضغط، وهذا ممكن أن نتحدث فيه إذا شئت أن نتحدث. لكن ما أشرت إليه بالنسبة لمصر، أولا الحصار هو بالتأكيد مسؤولية صهيونية، لكن هذه المسؤولية في شريك أيضا لها، هذا الشريك الذي يصر على أن ينفذ التزاماته في ضوء ما تريده إسرائيل. ولذلك دائما حينما يزداد الضغط على مصر تقول انه في والله اتفاق دولي اوروبي، في اتفاق اسرائيلي لابد من موافقة اسرائيل. حقيقة الامر انه اذا كانت اسرائيل الان كل القرارات من 1815 لليوم المتعلقة بالبحار كلها كسرتها مرة واحدة، ما الذي يبقي لمصر ان شاءت هي فعلا ان تبحث عن وسيلة للخلاص مما تشعر بانه ملزم لها؟ لم يعد ثمة شيء ملزم لها، لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا عربيا ولا قوميا بل ولا حتى مصريا. هذه المسألة. لكن مصر تريد أيضا أن لأنه لظروفها الداخلية بالنسبة للنظام وللحراك الذي بدأ بها تريد أن ترد أيضا القضية هناك. لكن هنا أريد أن يعني أستثني أنا من الإخوان العرب الموقف السوري الذي يصر في فرز حقيقي، يعني نأمل هذا الفرز أن يتسع مروحته. سنأتي لهذه النقطة. تتحدث الآن عن موضوع المبادرة العربية والمطالبة بإسقاطها أو التخلي عنها، وهذه هذه المسألة حتى كسر الحصار أدخلت نقاشا واسعا خلال جلسة مجلس الوزراء العرب، لكن هذه القرارات التي صدرت. أعود إلى السيد دمرداش. السيد دمرداش، يعني بعيدا عما صدر من قرارات أخرى إضافة إلى موضوع مجلس الأمن، سواء ما يتعلق برفع دعاوى وقيل أن هناك تنسيق جهود عربية تركية تتعلق بمسألة التقاضي أمام المحاكم الوطنية والدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، طبعا هذه الخطوة ممكن واحد يتوقف عندها إذا نجحت، لكن أيضا بموضوع تكليف الأمين العام للجامعة العربية الاتصال بإدارة أوباما وبالرئيس أوباما لإطلاعه على المطالب الخاصة برفع الحصار. هل تعتقد هذه النقطة يمكن أن تلقى التجاوب؟ وموقف أوباما كما هو معلوم وكما ذكروا الآن دكتور عبد العزيز السيد معروف، خصوصا يعني لم يوافق على إشارة إدانة للعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية. تفضل سيدي. كل هذه المواقف والقرارات التي ذكرتها لا تعدو أن تكون في دائرة التكتيك وليس في دائرة الاستراتيجي. أنا أريد أن أنقل الحدث إلى الاستراتيجية في مواجهة الصهيونية. نعم. الاستراتيجية أن يتحرك البدن الإسلامي وأن يتحرك الوعاء الإسلامي لكي يعيد حسابات المنطقة